احنا اخر حاجة اتكلمنا عنها كان السيركل لوب انتنة. النهاردة هنتكلم على نوع جديد من الانتنة اللي هو الابيرشر انتنة، او بمعنى اخر ترجمتها اللي هي انتنز بتاعة الفتحات. ان انا دلوقتي مش هيبقى عندي واير ماشي في كرنت، لا مجرد فتحة في راديشن يخرج منها. تمام؟ هو ده اللي المقصود بالابيرشر انتنة. وفي الحقيقة الابيرشر انتنة بتخدم برضو مجالات تانية زي الاوبتكس وفريوري اوبتكس، اللي منكو هيبقى اكسبوزد ليها هيلاقي كتير قوي من الكلام اللي هنتكلم عنه دلوقتي بيتكرر برضو مع دراسة الاوبتكس او فريوري اوبتكس تحديدا. فعشان ندرس الكلام ده دلوقتي مش هيبقى عندي السورسز بتاعت الراديشن هي كارنت سورسز، هيبقى عندي راديشن جاي الكتروميتريك راديشن تاني، يعني فيلدز هي اللي المصدر بتاع الراديشن اللي طالع من الفتحه. فدون بيستلزم ان احنا somehow نجيت equivalent sources. يعني دلوقتي انا عندي مثلا فتحه المفروض البروبلم اندر كونسيدريشن، مثلا ان انا هيبقى عندي فتحه مثلا في كوندكتور زي سكرين كده، وعندي بلين ويف مثلا ليتس سي جايه من الايه؟ من الليفت هاند سايد او الرايت هاند سايد. هنا كان جاي عندي مثلا راديشن كده سي، مثلا لو الفيلد بلورايزد في هذا الاتجاه، فعندي بلين ويف البلين تي ام ويف دي هتيجي تصطدم بالايه؟ بالسكرين دي. طبعا الكوندكتنج سكرين دي هتبلوك اغلب الويف، جزء الويف بس اللي هيكمل في الليفت هاند سايد هيبقى الجزء اللي ويذن الابيرشر دي، الابيرشر بتاعتي. فالهدف بقى او السؤال اللي احنا بنحاول نجاوب عليه، الفيلد هيكمل ازاي بعد ما يخرج من الابيرشر؟ ده اللي احنا عايزين ايه نعرفه او نعرف اجابته دي البروبلم اندر كونسيدريشن. يعني يبقى عندي مثلا فتحه somehow هنا وعندي الكتروميتريك ويف وعايز اشوف الايه الراديشن هيكمل ازاي بعد ما يصطدم بالكوندكتنج سكرين دي اللي هي المفروض هتبلوك او ترفلكت مثلا ايه اغلب الكتروميتريك ويف. جزء صغير جدا اللي هو الجزء اللي موجود في الابيرشر دي هو اللي هيكمل، بس هيكمل ازاي؟ يعني هيكمل مش هيفضل بلين ويف بقى، لان الراديشن هيبقى من فتحه دي تمام او خارج من هنا. تمام؟ فده اللي بنحاول نجاوب عليه. فعشان نجاوب على السؤال ده هنجيب حاجه اسمها equivalent sources. يعني ايه؟ يعني نحاول نشوف هنا على الابيرشر دي كان كونسيدر الفيلد اللي هيوصل هنا للابيرشر كما لو كان في موجود عندي sources fictitious sources هنا، واشوف الراديشن بتاع السورسز هنا. تمام؟ فانا هحاول اجيبه دلوقتي اللي هي ايه؟ equivalent sources في المنطقه دي. تمام؟ ازاي اعمل الحكايه دي؟ عشان اعمل حاجه زي كده هنضطر بقى نرجع باكورد ليتل بيت ونعمل زي موديل لماثيماتيكال موديل يساعدنا في حاجه زي كده. تمام؟ زي ما بقول كده يمكن اللي خد منكم قلت ماثيماتيكال موديل، بس ماثيماتيكال موديل في الحقيقه مش لفيزيكال سيتويشن حقيقي، لا لهايبوثيتيكال سيتويشن استخدمه في ان انا اسولف البروبلم زي كده، ان انا عندي الكتروميتريك راديشن وعندي سكرين فيها بتبلوك جزء من الراديشن وعايز اجيب ايكويفالنت سورسز في المنطقه دي واشوف الراديشن بتاعها تو ذا ليفت هاند سايد. تمام؟ فنبدا نعدل ماكس ايكويشن، نعمل تعديل لماكس ايكويشن، نحط ماكس ايكويشن بشكل جديد تاني. تمام؟ اللي هي بنسميها بالانسد ماكس ايكويشن. وبعد كده نبدا نتكلم على فيلد ايكويفالنس اللي هي تساعدنا في حل البروبلم دي. تمام؟ وبعد كده نبدا نحط الايمج ثيوري او نتعامل مع الايمج ثيوري في الحاله دي. ولحد اول 3 بوليتس هنا يبقى احنا قدمنا زي ثيوري او ميثودولوجي للتعامل مع
الراديشن من الابيرشر عموما او من اي سيرفس يبقى عارف الالكتروميتك ويف عليه. يعني كان دلوقتي بحاول اجيب الالكتروميتك ويف at any point في السبيس given that I know the electromagnetic wave at certain surface اللي هو قد يكون الايه الابيرشر سيرفس او بشكل عام ممكن يبقى سيركلر سيرفس او سلندريكال او اي شيب للسيرفس دوت. فده اللي ايه هقدمه في 3 بوليتس او 3 توبكس اللي في الاول دول. بعد كده هنبدا التو توبكس دول هو مجرد ابلكيشن بقى نبدا الابلاي الكلام دوت. تحديدا هنتكلم على الابلكيشن دوت لما يبقى عندي ابسط حاجه ان يبقى عندي ريكتانجلر بلين كوندكتنج بلين وفي فتحه عباره عن ريكتانجلر ابيرتشر وبشوف الراديشن منه. تمام فده اللي هنابلاي على الكلام ده ونشوف الراديشن عامل ازاي والديستريبيوشن بتاع الفيلد اللي هيبقى راديتد هنا اللي هو اجابه السؤال ده ونحاول ايه نوصل لها. تمام هنعرف طبعا شويه بارامترز جديده. دي بارامترز جديده يمكن ما تعرضناش ليها قبل كده اللي هي الابيرتشر اريا والابيرتشر افشنسي بتاعت الايه الانتنه. لان دلوقتي الشيب دوت هيبقى عندي كان دي انتنه الجزء الفتحه دي انتنه وبترادييت وليها باترن وليها دايركتيفيتي وجين اند سو اون. تمام بس كمان ليها بارامتر جديد اللي هو ابيرتشر اريا افشنسي لانها زي ما هو واضح كده فيزيكالي هي عباره عن اريا بترادييت فايكويفالنت ليها هيبقى كاني انا شايف اريا بترادييت من هنا. فهنحط ديفينيشن لحاجه اسمها افكتيف اريا وابيرتشر افشنسي او اريا افشنسي بتاعت الايه الابيرتشر. تمام ده كده استعراض للمواضيع اللي هنتكلم عنها. هنبدا باول حاجه اللي هي الجزء بتاع البالانس ماكس ايكويشن التعديل اللي هنعمله في ماكس ايكويشن. طيب احنا عارفين ماكس ايكويشن في فريكوانسي دومين الشكل التقليدي اللي هو على الشمال ده الاربع ايكويشن اللي على الشمال دول بيدوني الالكتريك فيلد ريليتد للماجنتيك فيلد. اول ايكويشن دي اللي هي بنسميها ايه؟ فارادايز ايكويشن اللي هي بتربط الالكتريك فيلد بالتايم دريفيتيف بتاع الماجنتيك فيلد وريتن ان فريكونسي دومين اللي هي بتديني كيرل اي بتساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش اي. وهقول لك الاي دي بتاندكيت ايه بعدين. يعني هنا بس ايه حطيت سبسكريبت زياده على الفيلد كوانتيتيز اللي هي سميتها ايه. طيب تاني ايكويشن اللي هي تمثل الموديفايد امبيرز لو اللي هي كيرل ال H بتساوي كوندكشن كرنت J بلس ديسبيسمنت كرنت اللي هو الكونتريبيوشن بتاع ماكسويل زي ما احنا عارفين اللي هو جي اوميجا ابسون اي اي وده برضه مكتوب في الايه في فريكونسي دومين او فيزر ريبريزنتيشن. وبعد كده عندنا التو سكيلر ايكويشن اللي هو الدايفيرجنس بتاع الالكتريك فيلد بتساوي رو اللي هي تشارج دنسيتي فولوميتريك تشارج دنسيتي على ابسون حيث ابسون اللي هي الابسون بتاع الماتيريال اللي هي اسيومينج مثلا لو انا عندي فري سبيس هيبقى ابسون يبسون نود. ونفس الحكايه عندنا برضو الدايفيرجنس بتاع البي بتساوي زيرو لو البي بتساوي ميو اتش وعندي برضو فري سبيس يعني الميو هي النيو نيو نود هيبقى عندي الديف بي بتساوي زيرو او ديف اتش بتساوي زيرو ذا سيم كوانتيتي اللي عندنا او يعني ذا سيم ايكويشن في الحاله دي الدايفيرجنس الاتش او الدايفيرجنس البي ايكوال زيرو. طيب دول الايكويشنز التقليديه مفيش حاجه جديده هنا على الشمال لا شيء جديد على الاطلاق. هي دي الايكويشن بتاع ماكسوز كل الجديد الوحيد الحاجه الجديده الوحيده اللي انا اديتها سبسكريبت A مش اكتر. طيب تعال نتخيل بقى دلوقتي او نبص الايكويشن دي هنلاقي انها فيها اسيمتري سمها. ايه الاسيمتري دي واضحه فين؟ هنلاقيها ان انا بقول كيرل E بروبورشنال لماينس جي اوميجا ميو اتش A وكيرل H هي اللي فيها سورس كارنت J. تمام؟ ممكن اعمل نوع من البالانسنج او معنى اخر احاول اتخيل سيتويشن جديد. السيتويشن جديد ان انا عندي حاجه فيكتيشس اتس نوت ترولي فيزيكال سيتويشن يعني هو مجرد ماثيماتيكال فيكتيشس سورس اللي هو اسميه ماجنتيك كارنت. الماجنتيك كارنت ده هيحط فين او هي اكت فين؟ هي اكت في الايكويشن اللي هي بتاعت فارادايز ايكويشن. تمام؟ فده انا دلوقتي بموديفاي ماكس ايكويشن ده فبفترض ان انا عندي نيو ماكس ايكويشن بتساوي مثلا اللي هي عباره عن ان الكير بتاع الاي وادي له سبسكريبت اف هي بتساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش اف ماينس ان. ليه عملت كده؟ عشان اخلي الايكويشن دي شبه الايكويشن بتاعت ايه؟ شبه الايكويشن بتاعت امبيرز لو يعني خليت فارادايز ايكويشن هي كانها هي ايه؟
امبيرز ايكويشن بس بسورس فيكتيشس ما هوش فيزيكال موجود اللي هو الماجنتيك كارنت. مفيش حاجه في الدنيا اسمها ماجنتيك كارنت تمام، بس دي حاجه انا متخيلها، دي مجرد ايه من خيالي مش اكتر. في نفس الوقت هرست او هشيل الالكتريك كارنت من الايكويشن بتاعت امبير، فبيبقى عندي كيرل الاتش اف بتساوي ماينر جي اوميجا ابسون اي اف. فكان الايكويشن دي دلوقتي زيها زي مين؟ زي فارادايز ايكويشن في الماكسويل ايكويشن التقليدي تمام، بس مع اعتبار اشاره الماينس بس اللي مختلف. مجرد عملت ايه؟ سيتنج للجي او الالكتريك كارنت بزيرو. وطالما الجي او الكارنت بزيرو يبقى مفيش عندي تشارج رو تمام، وبالتالي رو الكتريك برضو هتبقى مش موجوده، وبالتالي اللي هي جاوس ايكويشن او بواسون ايكويشن جاوس لو اللي هو الاخير دون او الاخير سوري اللي هو ديف اي بتساوي رو اي على ابسلون هيبقى ديف اي بتساوي زيرو. وفي الحقيقه ديف اي لازم تساوي زيرو ليه بقى؟ لان انا لما اجي اخد دايفرجنس الايكويشن الثانيه دي للتو سايدز هيديني ايه؟ ديف كيرف اللي هو بكام؟ زيرو. ويبقى لازم اوتوماتيكلي اي هاف تو هاف ديف اي بتساوي زيرو، فديف اي بتساوي زيرو جايه من ان انا عملت سيتنج للالكتريك كارنت بزيرو او اخفيت او تخلصت من الالكتريك كارنت في البروبلم اللي عندي تمام. في حين ان ديف اتش لازم ما تساويش زيرو بقى في الحاله دي. ليه برضه؟ لان نفس الايكويشن اللي هي نمبر 1 لو خدت الدايفرجنس بتاعها هلاقي ان ديف اتش لازم ليه علاقه بايه؟ بالدايفرجنس بتاع الام. يعني بمعنى اخر لو جيت اخد الدايفرجنس بتاعي ايكويشن نمبر 1 مش اللي هي بتقول لي كيرل الاي اف ماينس جي اوميجا نيو اتش اف ماينس ام. لو خدت الدايفرجنس للطرفين للايكويشن دي هيبقى ديف كيرل ايكوال زيرو. هيبقى عندي هنا رايت هاند سايد ماينس جي اوميجا نيو ديف اتش F minus dev M. يعني بمعنى آخر أقدر أقول إن dev HF تساوي minus J J mu على أوميجا mu لdev M تمام؟ اللي هو اقدر اخد الترم تمام اللي هي تبقى بلس سوري بلس اللي هي اقدر اخد الترم اللي هو 1 اوفر ميو. يبقى عندي هنا الايه الترم اللي هو جي ديف ام على اوميجا في 1 اوفر ميو. هسمي الترم الجديد ده اللي هو رو ام اللي هو ماجنتيك charge density اللي هو related لمين؟ لل magnetic current density اللي هو الهايبوثيتيكال سورس. يبقى الهايبوثيتيكال current دون هو هي اوتوماتيكالي هيديني هايبوثيتيكال charge اللي هي ماجنتيك تشارج بهذا الشكل. ويبقى ريليشن عندي ان جي ديف ام اوفر ميو بتساوي رو ام، او بمعنى اخر اقدر اقول ان ديف ام ماينس جي اوميجا رو ام بتساوي زيرو، اللي هي كانها الكونتينيوتي ايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت ال في كده في اشاره بايظه هنا ولا ايه؟
المفروض دي بلس، بس ازاي بلس بقى هنا؟ يبقى خليها كده، اخلي دي ماينس. هي تمام، هي احنا غلطنا في حاجه هنا، جي يبقى دي جي يبقى هنا بلس بالظبط، لان انا هضرب ده فهتديني ماينس هنا، فيبقى صح مظبوط كده تمام. يبقى دي هي الكونتينيوتي ايكويشن بتاعه الايه، ماجنتيك تشارج كونتينيوتي اللي هي زيها مين، زي مين؟ زي الالكتريك تشارج كونتينيوتي في ماكس ايكويشن التقليدي، اللي هي بتقول لي ديف جي بتساوي ماينس جي اوميجا رو الكتريك. يبقى انا دلوقتي في الحقيقه عملت هايبوثيتيكال كيس او حاله افتراضيه تماما من خيالي ليس لها علاقه بالواقع سوفار، اللي هي ان انا افترضت ان انا عندي ماجنتيك كرنت وبشوف السورسز بتاعته او الفيلد اللي جنريتد منه اكوردنج الموديل، برضو مؤلفه من دماغي اللي هو الموديل اللي بيقول لي ان كيرل اي بتساوي ماينس جي اوميجا اتش ماينس ام، وكيرل اتش بتساوي جي اوميجا ابسون اي. يعني بمعنى اخر اخفيت وجود الكتريك كرنت وافترضت ان عندي حاجه فيري هايبوثيتيكال اللي هي الايه، الماجنتيك كرنت والماجنتيك شارج تمام. فده نظام يعني السيستم اللي على اليمين ده نظام خيالي، النظام الحقيقي هو اللي على الشمال. بس تعال نفترض ان هو الاثنين بقى دلوقتي موجودين، بمعنى اخر ان انا لو قلت ان انا عندي الكتريك كرنت وماجنتيك كرنت سيمالتينيسلي موجودين في البروبلم بتاعتي، بس ساعتها كاني بجمع السيستم اوف ايكويشنز اللي فوق دول، بعمل لهم اديشن. لو جيت اجمعهم على بعض هيديني السيستم الجديد ده اللي هو عباره عن كيرل الاي هيبقى عباره عن ماينس جي اوميجا ميو اتش ماينس ام، وكيرل اتش جي اوميجا ابسون اي بلس جي، وديف اي بتساوي رو على ابسون، وديف اتش بتساوي رو ام على ميو. ودي اللي بنسميها بالانس ماكس ايكويشن. بالانس بقى لان هنا الايه، التو ايكويشنز دول في بالانس بينهم، او بمعنى اخر شكلهم شبه بعض فيما عدا اشاره الماينس. كذلك السورسز بقى عندي الكتريك وماجنتيك كارنت سورسز موجوده بالنسبه للالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد تمام. طبعا الجزء الهيبوثيتيكال او الجزء الافتراضي الغير واقعي artificial هو الجزء بتاع الماجنتيك كارنت والايكوفالنت ماجنتيك تشارج اللي عندي تمام. وطبعا الكونتينيوتي ايكويشن هي نفس الكونتينيوتي ايكويشن اللي قبل كده بالنسبه للالكتريك كارنت، وهي بتاعت الديف ام اللي قلنا عليها اللي هي الترم تمام. طيب تحال كده، احنا مؤلفين ماكس ايكويشن جديده تمام، لحد دلوقتي مش عارفين ايه فايدتها، بس تعال نتمادى شويه ونحاول نسولف الايكويشنز دي. يعني ايه نسولف الايكويشنز دي؟ يعني زي ما عملنا ما اتعاملنا مع ماكس ايكويشن التقليديه وبدانا نجيب فيكتور بوتنشلز عشان نسولف البروبلم في فري سبيس، ومنها بدانا نجيب ايه بداله الكرنت، يعني بدانا نجيب الاي فيكتور والالكتريك سكيلر بوتنشال في ان ترمز اوف رو وجي، وبدانا بعد كده نحاول من الكوانتس دي نجيب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. تعال نعمل نفس الكلام بالنسبه لحاله لو عندنا ماجنتيك كارنت. اتفضل. هو انا يعني مثلا عملت كده ليه؟ عملت لي كده، ما عملت لي كده عشان انا عايز احل البروبلم دي، بس احلها ازاي؟ احلها عن طريق حاجه اسمها ايكويفالنت بروبلم. فالماثيماتيكالي اي نيد سام فيكتيشس سورسز او حاجه ارتفيشال سورسز احطهم، اللي هو هيبقى منهم حاجه اسمها الماجنتيك كارنت. فعشان احط هذا الكلام زي ما انا زي ما اجي اقول لك مثلا التعامل مع الايماجينري نمبر، هو ليه احنا بنقول الايماجينري نمبر سكوير روت اوف ماينس 1؟ يعني لان هو بيساعدنا في ان احنا نتعامل مع ماثيماتيكال بروبلمز معينه. فهي نفس الكلام على مستوى، بس على مستوى اللي هو الايه، الموديل نفسه كاملا بتاع سيستم اوف ايكويشن بتاع ماكس ايكويشن. احنا محتاجين سام هاو نيو سورسز نالفها بحيث ان احنا نقدر نتعامل مع الابيرتشر دي ونعالج السولوشن بتاعها. فده الهدف من احنا قدمنا الهايبوثيتيكال او الارتفيشال ماكس ايكويشن اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. هي نفس الارجيومنت بيهايند ان انت تتكلم على الايماجينري نمبرز وايه دخلها وليه الفناها وليه الناس استخدمتها بهذا الشكل.
ليه مش هنعرف؟ طب احنا طب بس خلوني الاول نقول ان احنا طب هجاوب السؤال ده يعني هجاوب السؤال ده لما نيجي نتكلم عن كده لحظه جنرالايز بس كده، لكن ممكن في الاخر لما تطلع ما يبقاش في ماجنتيك كور. اه هو في الواقع دي نقطه مهمه، يعني انا دلوقتي عامل كده موديل تمام، زي مثلا لما انت بتيجي تحل بروبلم بال الايماجيني نمبر سكوير روت ماينس 1، هو حتى بيسميها كومبلكس او ايماجيني نمبر. في حاله انت بتحل فيزيكال بروبلم حقيقيه بدلت حاجه نمبر يمكن سكوير روت ماينس 1 ده ما هوش ريل نمبر او ما هوش حاجه هتقدرش تجيب تقيسه ولا تحطه على ريل 9 او كده، فهو بس مجرد تول او ميثودولوجي ان انت توصل بيها بحاجه ريل. فانا نفس الكلام بستخدم الارتفيشال ماكس اكويشن وباكد انها ارتفيشال مش واقعيه لانها بتوصل مفيش حاجه اسمها عندي ماجنتيك فيلد ماجنتيك كرنت ولا ماجنتيك تشارج عشان اوصل للسولوشن اللي هي الايكويشن دي اللي ما عنديش غيرها اللي على الشمال. بس هنشوف هي بتعالج ايه او هي ساعدتني في ايه لما اكمل كلامي على الايكويفالنس سورس، يعني اجابه السؤالين دول هتبان اكتر وانا بتكلم على الايكويفالنس سورس. فخلينا دلوقتي ناخد الايه كان اعتبر ان انا دلوقتي بتكلم على واحد داخل بيديكوا كورس ماث بيكلمكم على الكومبلكس نمبر والايماجينري نمبر. فانت انيشيالي كده ما انتش عارف الراجل ده عايز ايه في الاخر، يعني سكوير روت ماينس 1 اكيد انتوا لما تعرضتوا للكورس ده كنت تسال نفسك يعني ليه يعني. صح؟ هي مجرد هي في يعني هي ليها هدف، يعني اكيد انت عرفت اجابه السؤال ده دلوقتي ولا ايه؟ ندعو الله يعني يعني كل الكورسات السيركتس والكورس بتاعنا وكورسات كتيره وكورسات الكنترول كلها شغاله في الكومبلكس دومين، فاكيد انت عرفت جت ابريشيشن كافي للايه للكومبلكس فاريبلز والتعامل مع. فانا نفس الكلام فاعتبرني لسه بتكلمك على موديل لسه الحاجه ما بانش يعني هدفها او ما بانش فايدتها، لما يبان هدفها هتبقى ابريشيت الايه اللي قلناه في الاول. طيب لو جينا الماكس لوكيشن قلنا دلوقتي هنميكس الاثنين دول او اخر السوبر امبوز التو سورسز اللي هي يبقى عندي سورسز الكتريك كرنت سورس ماجنتيك كرنت ويبقى عندي نيو سيستم اوف ايكويشن بينكلوز او انكوبيت الايه الكرنت الالكتريك كرنت والماجنتيك كرنت سيمالتينيسلي ان وان موديل اللي هو هيبقى عندي الهايبوثيتيكال موديل دوت governing الايه الايكويشنز دي اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن. طيب انا عايز انا عارف قبل كده من ماكس ايكويشن العاديه ازاي كنت بحل الكلام، الكلام ده مش جديد تمام، كنا بنحل ماكس ايكويشن دي ان احنا عن طريق نجيب الفيكتور بوتنشلز والسكيلر بوتنشل، والفيكتور بوتنشل اللي هو الاي فيكتور كنا بنجيبه من ان احنا بنيجي على الترم اللي هو ديف اتش او ديف بي بتساوي زيرو، وكنا اكوردنج لديف بي بتساوي زيرو بنقول ان احنا كان ريبريزنت البي از كيرل اوف الفيكتور، وبعد كده بناخد الايه الفيكتور ده اللي هو اتش 1 اوفر ميو كيرل اي ونسبستيوت بي في السورس فري ترم او السورس فري ايكويشن الثانيه اللي هي فارادايز ايكويشن اللي هي اول ايكويشن فوق هنا، وبنطلع منها ان الاي بتساوي ممكن نفتكر برضو نسي مننا ال فين ال شويه الكلام دون قلنا هنيجي ايه بنكتب الايكويشن اللي هي فاراديز ايكويشن بنقول ان كيرل اي اي وهنا الاي سبسكريبت هنا انديكيتنج ان انا ام جونا ريبريزنت اول ذا فيلدز ان تيرمز اوف ذا اي اوف ذا فيكتور بوتنشال اي، ما كنتش بذكره قبل كده لان ما كانش في غيره بمعنى اخر ذس واز ذا اونلي بوتنشال ات ذات تايم. كمان شويه صغيرين هنذكر بوتنشال تاني هنسميه اف، ده السبب ان احنا ايه بنريفير يبقى الفيلد دي من بوتنشال اي وفي فيلدز ثانيه هتيجي من انذر بوتنشال اللي هو هنسميه اف، ده السبب ان احنا ظهر الاي ده عندنا ما كانش بايه موجود قبل كده. طيب كيرل الاي اي هي عباره عن ماينس جي اوميجا الميو اتش اي هتبقى كيرل الاي صح؟
ومن الايكويشن دي نقدر نقول ان كيرل الاي اي بلس جي اوميجا اي بتساوي زيرو. اكوردنجلي بقدر اقول ان الايه ان الفيكتور ده كان بي ريبريزنتد از جريدينت اوف سكيلر, وجريدينت سكيلر ده بنسميه ماينس جريدينت فاي اي. وقلنا الماينس دي عشان تكومبلاي مع الايه مع الاستاتيك سولوشن اللي هو بي لما الاوميجا تساوي زيرو, فيديني ايه الالكتروستاتيك سولوشن التقليدي اللي احنا لسه درستوه سنه تانية. فيبقى عندي الالكتريك فيلد في الحاله دي يبقى هو ايه ماينس جريد فاي ماينس جي اوميجا. وقلنا الاختيارين دول دلوقتي للاتش والاي بيساتسفاي تو ايكويشنز اللي هو الاولانيه والاخيره هنا. يبقى عندي تو ايكويشن تو سكند والثيرد, ودول عشان اتعامل معاهم ببدا اعمل حاجه امبوز كونديشن على الدايفرجنس بتاع الفيكتور A اللي هو ده قلناه على اساس ان احنا عندنا الفيكتور A يتحدد عن طريق حاجتين الدايفرجنس والكيرل. سو فار انا ما اعرفش عن الاي فيكتور ده الا الكيرل بتاعه اللي هو الكيرل بتاعه ريليتد للايه الماجنتيك فيلد H. محتاج اعرف كمان الدايفرجنس بتاعه عامل ازاي. فبنسيوم دلوقتي او بنحط كونديشن جديد اللي هو بنسميه لورنز كونديشن. لورنز كونديشن ده بيقول لي ان السكيلر بوتنشال ريليتد للدايفرجنس اوف A ثرو ذس ريليشن, ودي بتسمبليفاي الايكويشنز بتاعتي اللي هي تحديدا الايكويشن بتاعت اللي هي الامبيرز موديفايد امبيرز لو بعد ما سبستيت بالفيلد دي بيبقى وبالسمبليفيكيشن بتاع كولوم سوري لورنز جيج بيتحول الايكويشن بتاعتي لنابلا سكوير A بلس كي سكوير A ماينس ميو نو ميو جي, ودي اللي قعدنا نحلها بجرينز فانكشن والقصه اياها دي. المهم يبقى عندي دي الايكويشن دي اي نو فيري ويل السولوشن بتاعها مفيش اي مشكله. هنا طبعا الاختيار اللورنز جيج بيسهل الدنيا كتير قوي لان هو في الحقيقه بيبقى كل حاجه ريليتد للاي فيكتور, يبقى انا مش محتاج ان انا ارجع للفاي دي خالص او السكيلر بوتنشال فاي لان هو ريليتد للايه للدايفرجنس بتاع الاي, او بمعنى اخر كان رايت الاي كله بداله الاي فيكتور بس. تمام سيمبلي باي ريبليسنج الفاي بديف اي من الاي الايكويشن. تمام بالكلام ده قديم مفيش اي حاجه جديده فيه, ده يمثل الماكس ايكويشن التقليديه في وجود الكتريك كارنت و الكتريك تشارج. طيب اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل شبهه او زيه بالظبط لحاله وجود ماجنتيك كارنت اللي هي الحاله الارتفيشال اللي احنا قلنا عليها. تمام فعايزين نجيب ارتفيشال سولوشن برضو للارتفيشال سيتويشن اللي عندنا اللي هو تحديدا هيبقى عندي الارتفيشال سولوشن بتاعي او الارتفيشال سيتويشن انا عندي كيرل الاي هو اللي بيساوي ماينس جي ام جي ميو اتش بلس الهايبوثيتيكال او فيكتيشس كارنت ام دون. تمام وهشيل من عندي الكتريك كارنت خالص يبقى مش موجود في الايكويشن الثانيه, وبالتالي الكورسبوندنج الكتريك تشارج برضه مش هتبقى موجوده لان الكونتينيوتي ايكويشن لو انا شلت الكارنت تماما يبقى الكورسبوندنج تشارج لازم برضه تختفي لانها الكونتينيوتي ايكويشن هتديني ايه ثانيه لو ديف جي بزيرو هيبقى الرو بزيرو. تمام فدي الايه الايكويشن الثالثه. اخيرا الايكويشن الرابعه اللي هي ديف الاتش ده هيبقى ريليتد للماجنتيك تشارج density اللي هي related divergence ال m through ال continuity equation بتاعت ال charge. طيب ابدا احل السيستم اوف ايكويشنز دول بنفس الطريقه اللي انا تعاملت بيها مع السيستم اوف ايكويشن لماكس ايكويشن التقليدي, بس هنا هبدا من مين بقى؟ ابدا بايه؟ بالايكويشن الثالثه اللي هي بتقول لي divergence بتاع ال e بتساوي زيرو, يبقى divergence of e equal zero يبقى ساعتها I can represent electric field as a curl of a vector. الكيرل بتاع الفيكتور ده بقى هسميه فيكتور تاني غير الـ A. هسميه ايه؟ F. تمام؟ واكشولي هياخد ماينس يبقى عندي الديسبيسمنت اللي هو زيه زي الـ زي الـ B مثلا, يبقى الديسبيسمنت كارنت D. تمام؟ هو ماينس ايه؟ كيرل الـ F. وليه ماينس؟ عشان الـ E بتيجي تلعب بتخش عندي في اللي هي اسمها الماكس ايكويشن الثانيه دي تكومبنسيت الغياب الماينس ساين عندي. يعني هنا كان الاول في الايكويشن القديمه كان بيبقى في هنا عندي
ماينس ساين جايه من فرادايز ايكويشن. تمام. دلوقتي لما هنا مفيش ماينس ساين فحطيت ماينس ساين هنا في الكيرل عشان تديني نفس الشكل ده، مجرد كونفنشن او يعني نوع من الكونفينياليتي او يعني حاجه بتسهل علينا تدينا نفس الشكل الايه التقليدي للكويش اللي قبل كده. فعشان كده حطينا الاي اف بدل ما هي كيرل او دي هي كيرل بتاع فيكتور اف، لا حطيناها ماينس كيرل اف عشان تخلي الايكويشن شبه بعض. يعني بمعنى اخر بعد ما سبستيوت بال بالاي اف دي في ايكويشن نمبر 2 هيبقى عندي ايه كيرل ل اتش اف عباره عن كام؟ عباره عن ماينس جي كيرل الايه؟ الاف. لاحظ دي ودي شبه بعض، الايكويشن دي والايكويشن دي شبه بعض، ما كانوش هيبقوا شبه بعض لو ما كنتش حطيت الماينس ساين في الكيرل. تمام؟ فده اللي يخليني بقى ساعتها اقدر اجي بقى هنا واقول ايه؟ ان كيرل اتش اف بلس جي اوميجا اف ايكوال زيرو، واكوردنجلي اي كان ريبريزنت دي از ا جريدينت اوف سكيلر، والجريدينت اوف سكيلر ده هسميه ماينس جريدينت فاي ام او فاي اف بقى ما اعرفش اسمه فاي ام، بس انها جايه من ماجنتيك كان دي ماجنتيك جايه من ماجنتيك شار. تمام ماجنتيك كارنت فاي ام، ويبقى عندي برضو اقدر اكمل بقى اسبستيوت في مين؟ يعني بعد ما عملت ده يبقى انا عندي دلوقتي اتش اف دلوقتي من الايكويشن دي اقدر اقول انها ماينس جريدينت فاي ام ماينس جي اوميجا اف، زيها زي مين؟ زي الايكويشن دي، شبهها جدا صح؟ بس مجرد بدل الـ A F وبدل الـ Phi E Phi M وبدل الـ E H. اه. ما هو بوتنشال، بوتنشال هو فيكتور بوتنشال. والله ممكن تقول ان هو التسمية، انت بتسأل على التسمية بتاعته. يعني هو ملوش تسمية، يعني فيكتور بوتنشال ريبريزنتنج كيس بتاع الايه؟ الماجنتيك كارنت سميه فيكتور بوتنشال اف without giving it a unique name، لان هو في الحقيقه زي ما بقول لك حاجه فيكتيشس ملوش وجود في الواقع. يعني اللي ليه فيزيكال واللي هو بيستخدم واللي معروف اللي هو الماجنتيك فيكتور بوتنشال ايه التقليدي، انما ده سميه فيكتور بوتنشال اف. تمام؟ اه انت قصدك يعني عشان الابسلون يعني؟ اه ليه؟ عشان اخلي برضو بص انا بحاول اخلي الايكويشن موازيه لبعض او بمعنى اخر يعني نفس الشكل. يعني هنا طلع لي يعني الدنيا شبه بعضها قوي. يعني الكيس دي ده السبب ان انا اخدت دي ماينس واحد على ايه؟ على ابسلون. كان ممكن اخدها وذاوت واحد على ابسلون وذاوت الماينس، مش غلط ماثيماتيكال مش غلط، بس هتديك ايكويشن غريبه. يعني بمعنى اخر هتديك شكل كده جديد عليه. فدايما الانسان او بيحاول يعمل زي باترن كده، او يعني يبقى الدنيا دي شبه دي كده، فيبقى ايه الدنيا بيستلطف حاجه زي كده، يبقى حتى ميمورايز دي ودي سيمالتينيس في نفس الوقت. فده السبب ان احنا خدنا الاي اف انها ماينس 1 اوفر ابسلون كيرل الاي اف. ماشي الحال؟ طيب لو كملنا بقى تمادينا في الموضوع ان احنا نحاول نسولف للاف، فهاخد الايكويشن دي واخد الايكويشن بتاع الاي اللي هي ماينس 1 اوفر ابسلون كيرل اف، وسبستيوت بالتو ايكويشنز دول فين؟ في الفيكتور ايكويشن اللي فيها السورس اللي هي اول ايكويشن فوق. يعني هيبقى عندي ايه بقى ساعتها؟ محتاج افضي بس سبيس هنا. يبقى عندي كير
كيرل من اي اللي هي كيرل كيرل لمين لماينس 1 اوفر ابسلون يبقى ده سيمبلي الايه الاي بعد ما سبستيتد في الليفت هاند سايد اللي عندي ايكويشن نمبر 1 او اول ايكويشن عندي هنا ده يساوي كام ايكوال كام هي ايكوال ماينس جي اوميجا ميو في اتش اف اتش اف اللي هو الترم ده فهيديني كام يبقى بلس جي اوميجا ميو تمام جريدينت فاي ام وماينس جي اوميجا تمام ميو هتتضرب في ماينس جي اوميجا ميو اللي هي تدي ماينس اوميجا سكوير ميو في كام في اف تمام واخيرا هيبقى عندي هنا ايه ماينس ام تمام لو جيت اضرب في ماينس 1 اوفر ابسلون نود الطرفين تمام فماينس 1 اوفر ابسلون نود هيدي ده ماينس وهيدي ده ابسلون وهيدي ده بلس ويدي ده ايه ابسلون والترم ده اللي هو سميناه ايه كي سكوير وده هيبقى ايه بلس وميو هنا وبعدين اجي على الترم اللي هو كيرل كيرل واعمل له اكسبانشن بالايدنتيتي التقليديه اللي هي عباره عن كام كيرل كيرل في فيكتور هو جريدينت بتاع الدايفرجنس الاف ماينس ديل سكوير او لابلاسيان اوبريتور على الايه على الاف ده كله المفروض يساوي نفس الايه نفس الكلام دون طيب يبقى اقدر اجيب دلوقتي الديل سكوير مع الكي سكوير ان وان سايد فاقدر اقول نابلا سكوير اف بلس كي سكوير اف ايكوال كام ايكوال هيبقى جريدينت لدايفرجنس اوف اف بلس جي اوميجا ابسلون فاي ام اللي هو تجميع الترمين دول مع بعض ماينس كام ماينس ميو ام ميو ابسلون نعم ابسلون صح تمام طيب برضو عشان اسمبليفاي بروبلم دي بقى هي على الترم اللي هو الجريدينت بتاعه دون و هحاول اعمل له سيتنج زيرو ده اللي هو اللورنز كونديشن تمام فا according لورنز كونديشن كده يبقى عندي نابلا سكوير اف بلس كي سكوير اف بتساوي ماينس ابسلون ام تمام ويبقى عندي لورنز كونديشن الدايفرجنس اف بتساوي ماينس جي اوميجا ميو ابسلون فاي ام تمام ويبقى عندي السولوشن بتاعي للبروبلم هو السولوشن للايه للبارشال ديفرنشال ايكويشن دي تمام وبرضو اي كان ريبريزنت زي ما قلنا الايه اتخلص من فاي ام فتبقى كل حاجه بدلاله الاف ده السبب ان انا عملت الفيلد كلها ليها سبسكريبت اف على اساس انها كلها درايفد من البوتنشال فانكشن او الفيكتور بوتنشال اف تمام زيه زي الايه زي الدريفيشن بتاع الفيلد التقليدي بدلاله الفيكتور بوتنشال ايه طيب تمام كده طيب افرض انا عندي سيتويشن بقى ان انا عندي التو فيلدز موجودين او معنى اخر سوري تو كارنتس موجودين الماجنتيك كارنت والالكتريك كارنت الماجنتيك كارنت اللي هو معمول هنا بالاحمر او بالانديكيتد باللون الاحمر اللي هو كورسبوندنج للارتفيشال كارنت اللي عندنا والارتفيشال تشارج وكورسبوندنج فيلد بتاعه هسميه برضو اي اف واتش اف زي ما قلنا يبقى العمليه كلها هتبقى السوبر بوزيشن او جمع للايه للتو فيلدز اللي انا اتكلمت عنهم في التو سلايدز دول يعني هاخد الفيلد اللي جبتها هنا الاي اف واجمعها على الايه الفيلد اللي جبتها في حاله الكتريك كارنت بيبقى كل الفيلدز اللي عندي هي سوبر بوزيشن للتو كيسز دول صح؟
يبقى دلوقتي التوتال فيلد هي الاي اي اللي هي تيجي من الالكتريك كارنت بس بلس اي اف اللي هي جايه من الماجنتيك كارنت بس، والاتش نفس الحكايه الاتش اي اللي هي جايه من الالكتريك كارنت واتش اف اللي جايه من الايه الماجنتيك كارنت. ويبقى اقدر اكتب الاي اي هنا اللي هو ده الاي اي التقليدي اللي هو بالاسود برضه تمام ماينس 1 اوفر ابسون كيرل اف، ده الاي اف اللي هو جاي من الماجنتيك كارنت اللي هو جاي من الماجنتيك او الفيكتور بوتنشال اف اللي عندي تمام. كذلك الاتش هيبقى عندي مجموع حاجتين، الاتش اف ده الترم الاحمر برضو وده الاتش اي اللي هو 1 اوفر ميو كيرل بي تمام. وهبقى مضطر ان انا احل تو ايكويشنز اللي هما مين اللي هو الايكويشن دي والايكويشن دي، بس هما الاثنين شبه بعض او بمعنى اخر نفس الجرينز فانكشن نفس كل حاجه، وبالتالي اقدر اقول السولوشن بتاع الايه سمبلي لو انا عارف الايه الالكتريك كارنت ديستريبيوشن في السبيس يبقى انتجريشن على الجي في الاكسبوننشال اي ماينس جي كي ار على ار، وانا عارف الماجنتيك كارنت ديستريبيوشن هيبقى ام في اي ماينس جي كي ار اوفر ار دي في تمام كده. ده كله زي ما قلنا هايبوثيتيكال سيتويشن زيه زي ايه قدمت لك حاجه زي الايماجينري نمبر، وبالتالي قدمت لك حاجه اسمها كومبلكس نمبر اللي هو ريل بلس ايماجينري، فهنا كاني بقدم لك الفيلدز اللي عندك انها جزء منها ريل فيلدز بلس جزء فيكتيشس جايه من الايه الماجنتيك كارنت ام. جميل جدا. طبعا ممكن اتمادى بقى واجيب الفار فيلد كمان، يعني زي ما عملت الايه بجيب الفار فيلد نتيجه عندي كارنت ديستريبيوشن اقدر اجيب الفار فيلد لو انا عندي ماجنتيك كارنت ديستريبيوشن، يعني اجيب الفار فيلد اف تمام واجيب الفار فيلد اي، ونفس الابروكسيميشنز بنفس الترمينولوجي كان بيوزد برضو في حاله وجود الاف. بمعنى هتلاقي برضو ان انت زي ما الالكتريك فيلد كان في حاله وجود الالكتريك كارنت بس عباره عن ماينس جي اوميجا الثيتا والفاي كومبوننت بتاعت الاي، ده المعنى البرزنتيشن ده، يعني كان هنا بحتفظ من الاي فيكتور بالثيتا والفاي كومبوننت بس. كذلك برضو اقدر اقول ان هو الاتش في الفار فيلد هي ماينس جي اوميجا الاف ثيتا وفاي، يعني الثيتا والفاي كومبوننت بتاعت الاف في الفار فيلد تمام. والكورسبوندنج فيلدز دول عاملين تي ام بمعنى اخر دي، والاتش المقابله ليها المفروض اورثوجونال لبعض وارثوجونال على اتجاه البروباجيشن اللي هو اتجاه الراديال، وكذلك برضو الالكتريك فيلد ده والماجنتيك فيلد اللي هو التقليدي زي ما احنا عارفين اورثوجونال على بعض وارثوجونال على اتجاه البروباجيشن، والريشيو بين الفيلدز 1 اوفر 8. فهنا التوتال فيلد ده بيفولو نفس الكلام، يعني التوتال فيلد اللي جاي من الفيزيكال كارنت الكتريك كارنت جي ومن الهايبوثيتيكال او الارتفيشال كارنت ام عاملين سفيريكال تي ام ويف في الفار فيلد برضه بنفس الايه ارجو. طيب لحد كده اتكلمنا عن الكلام ده بس ما قلناش ايه فايدته كل ده، فايدته ايه بقى؟ فايدته تبان لما نيجي نتكلم على الاكويفالنس برنسبل. طيب قبل ما اتكلم على الاكويفالنس برنسبل هاجي اشوف كده ارجع لماكس سيتويشن اللي عندي واحاول احط الباوندري كونديشنز بتاع الهايبوثيتيكال سورسز اللي عندي دي. فاكرين احنا المفروض الباوندري كونديشنز كل ده الهدف في النهايه ان انا ايه اسولف بروبلم دي، ده الايه الاوبجيكتيف في النهايه، وزي انا مش راضي امسحها خليها الايه الاخر ده الهدف. طيب دلوقتي لو انا بتكلم على الباوندري كونديشنز الباوندري كونديشن بتيجي من نفس ماكس ايكويشن، بس بتيجي على ان انت بتابلاي او بتشوف الديسكونتينيتي اللي ممكن تحصل عند الترانزيشن ما بين ميديوم وميديوم تاني تمام. لما كان عندي لو كان عندي كوندكتور اللي هو تحديدا كنا بنقول بيرفكت كوندكتور، كنا بنيجي على ماكس ايكويشن التقليديه
اللي هي كنا بنكتبها ان هي كيرل الاي بتساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش، وكيرل الاتش بتساوي جي اوميجا ابسلون اي بلس جي، وديف الاي بتساوي بلس رو اوفر ابسلون، وديف الاتش اللي هو بيساوي زيرو. ونيجي ايه نجيب الباوند كونديشن مثلا ليتس سي عن ترانزيشن ما بين ميديوم وكوندكتور بيرفكت كوندكتور. اي نو فور شور ان البيرفكت كوندكتور الفيلد جواه بكام؟ زيرو تمام، والكرنت جواه بزيرو تمام. فالترانزيشن ما بين هنا وهنا في الحقيقه الحاجه الوحيده اللي بيسمح بيها البيرفكت كوندكتور اللي تمشي عليه اللي هو يبقى عليه كوندكشن كرنت سيرفيس كرنت اللي هو السيرفيس كرنت، وبيسمح برضو ان يتواجد عليك مين برضو؟ سيرفيس شارج. تمام؟ وبنيجي نقول ان الديسكونتينيوتي في ال او وجود هذه السنجلر كرنت دي يعتبر سنجلر، لان ايه؟ الفوليومتريك كرنت ده كرنت بريميت فوليوم. لما تيجي تكمبريس الكرنت اللي ماشي كده تخليه ماشي في ورقه، عارف يبقى السيرفس ده سنجلر. تمام؟ يعني كانك ايه؟ عملت كونسنتريشن بدل ما هو بيشغل فوليوم، لا ده انت بطلت الفوليوم ده خالص خليته ايه؟ سيرفس. فده بيسميه سنجلر كرنت، ده يعتبر كرنت ده سنجلر كرنت، والتشارج دي برضه سنجلر. كما لو كان التشارج كانت فوليومتريك بس ايه؟ الثيكنس بتاع الفوليوم بقى ايه؟ نزل لزيرو. تمام؟ فبنيجي نقول ان ده هيسبب ايه؟ هيسبب هيأثر في مين؟ هيأثر في الايكويشنز اللي فيها التشارج واللي فيها الكرنت. هما دول اللي موجودين هنا. ازاي؟ فهاجي الاقي ايه؟ هلاقي ان انا الدايفيرجنس بتاع الاي، نيجي بقى ناخد لو منكم فاكر الطريقه التقليديه بان انا اعرف السنجولاريتي دي او السنجولاريتي في التشارج والكرنت دي هتاثر ازاي في الفيلد، كنا بناخد بالبوكس كافيتي اراوند السيرفيس اوف انترفيس ده. يعني بنيجي ناخد ايه؟ حته بوكس كده مثلا. البوكس ده الثيكنس بتاعه الهايت بتاعه انفينيتيزمال، مجرد ال one سايد او الابر سيرفيس موجود في ميديوم واللور سايد او اللور سيرفيس موجود في ميديوم تاني، بس هو الثيكنس بتاعه بزيرو لان هو الانترفيس ده جاست بلانر سيرفيس ملوش ثيكنس. تمام؟ فكان الاتش دون دايما بناخد الايه؟ الاتش ده تروح لايه؟ لزيرو اللي هي الهايت بتاع البيل بوكس كده. تمام؟ فالبيل بوكس كافيتي لما بنابلاي عليها الباوند كونديشن بنوصل من الايكويشنز دي لتو ايكويشنز تحديدا اللي هم ايه؟ اول واحده اللي هو ان دوت اي في محتاجين بقى نسمي هنا الايه؟ الاي 1 واتش 1، وهنا قلنا الميديوم الثاني ده بزيرو، فيبقى هنا ان ايه؟ ان دوت اي 1 بتساوي كام؟ بتساوي الرو اس في الايه؟ في الابسلون على ابسلون. تمام؟ كذلك عندنا ان كروس اتش 1 بتساوي الايه؟ الجي سيرفس. تمام؟ دول جايين من الايه؟ من التو ايكويشنز دول. تمام؟ في عندي اتنين ايكويشن تانيين جايين من مين؟ من الايكويشن دي ودي، اللي هي بتقول لي ايه بقى؟ هلاقي ان انا لما اجي ابلاي نفس القصه ان انا هلاقي المفروض ان ال ان كروس اي 1 تساوي 0، اللي هي الايكويشن دي هتديني
الترم ده، والايكويشن دي هتديني n دوت h1 بتساوي 0. اللي هي بنيجي نقول من هنا الايه الاي تانجنشال 0 صح، وده بنقول الايه النورمال كومبوننت بتاعت الايه الماجنتيك فيلد بزيرو على الكوندكتور صح. وهنا بدول التو ايكويشنز دول، بس في الحقيقه دايما التو ايكويشنز دول بيبقوا مظلومين دايما، او بمعنى اخر مش مظلومين، ما حدش بيتكلم عنهم قوي. دايما الناس بتفوكس على التانجنشال باوندر كونديشن اكشولي، اللي هم التو ايكويشنز دول، دي ودي. احنا بنفوكس على تو ايكويشن اللي هم بيمثلوا التانجنشال باوندر كونديشن دي ودي. ومش بنفوكس قوي على النورمال باوندر كونديشن. وفي الحقيقه دي جاي من ان الايه دايما النورمال باوندر كونديشن بتبقى ديبندنت على الايه التانجنشال باوندر كونديشن، يعني اوتوماتيكلي بتلاقي الايه النورمال باوندر كونديشن ساتسفايد من الديبندنس بتاع الايكويشنز دول على دول. يعني في الحقيقه الكونتينيوتي ايكويشن مع التو ايكويشنز دول بيديني التو ايكويشنز دول، لان سيمبلي لما باجي اخد دايفرجنس الايكويشن دي بتدي دي، ولما اجي اخد دايفرجنس الايكويشن دي بتدي دي، تمام. ففي الاخر الايكويشن دي ديبندنت على الايكويشن دي، فونس ان دي satisfied اللي هي tangential bound condition I don't really need to care about the normal bound condition. ده كلام ايه تقليدي خدناه قبل كده. طيب افرض انا افترض ان انا عندي medium medium 2 يسمح ان الفيلد ما يبقاش جواه بزيرو، ما هواش perfect conductor تمام، بس ممكن يظهر سيرفيس كارنت. يعني ممكن اقول ان انا ميديوم 1 دون ده قلنا ميديوم 1 يبقى ده ميديوم 2 ما هواش بيرفكت كوندكتور. بس ستيل جي 2 بزيرو، الفوليومتريك كارنت جوه الميديم ده بزيرو تمام. يعني بمعنى اخر ممكن يبقى فيه فوليومتريك، بس يعني ليتس سي ان هو حتى ممكن يبقى فيه فوليومتريك كارنت، مفيش حاجه تمنعني. يعني بمعنى اخر بس انا عندي هنا ممكن يظهر سيرفيس كارنت، او ستيل عندي السنجولاريتي بتاعت الايه الكارنت سورس على السيرفيس. يبقى انا عندي دلوقتي 2 ميدياز فيهم فيلز مختلفين E1 و H1 فوق و E2 و H2 تحت تمام، وما بينهم انترفيس ما بين التو ميدياز دول ممكن يظهر عليهم سيرفيس كارنت وسيرفيس شارج تمام. يبقى ساعتها الايكويشنز دي هتتحول لايه؟ نفس ماكس ايكويشن، هي هي مش هتغير، بس الباوندري دي هتتغير. هيبقى بدل الايكويشن دي اقدر اقول ايه؟ بالظبط n dot e1 minus e2 كل واقدر اقول ده n cross h1 minus h2 وده برضو n cross e1 minus e2 اللي هو بنيجي نقولها ان هي دي اي تنجنشال كونتينوس، اللي هي اي تنجنشال 1 تساوي اي تنجنشال 2. وهنا ان اي دوت اي 1 اللي هي بنقول عليها الايه؟ الاتش نورمال كونتينوس. يعني بمعنى اخر اتش 1 ان تساوي اتش 2 ان. او اتش ان 1 ان مش هتفرق. تمام؟ ستيل التو ايكويشنز دول يمثلوا التانجنشال باوندر كونديشن ما بين التو ميدياز دول. تمام؟ وستيل برضو مش محتاج ان انا اكير بالايكويشن بتاع النورمال كومبوننت، لان هم ديبندنت على مين؟
على التانجنشال كومبوننت اللي عندي. تمام؟ يبقى برضو الكلام ده مفيش حاجه جديده فيه، لان هو ما بين التو ميدياز ما عنديش الا كرنت جي اس. طيب نيجي هنا لحاجه، نقطه مهمه جدا بقى. كتير قوي من البروبلمز اللي احنا بنحاول نعمل لها سولوشن بنيجي نعمل حاجه اسمها ايكويفالنت بروبلم. يعني ايه ايكويفالنت بروبلم؟ يعني بروبلم شبهها، فنغير الفيلد فريجن تمام such that ان الباوندر كونديشن تحافظ لي على الترانزيشن ما بين التو ريجن دول. هلاقي ان انا الباوندر كونديشن اللي انا لازم احافظ عليها دايما ممكن اسمح ان الماجنتيك فيلد يبقى فيه ديسكونتينيوتي في الايه؟ في التانجنشال كومبوننت. يعني ممكن اغير لي التانجنشال ماجنتيك فيلد هنا مختلف عن هنا، ممكن اخلي الاتش هنا بزيرو تمام، اخليه بزيرو بان انا ايه احط الكرنت بحيث يكمبنسيت ان اتش 2 بزيرو، يبقى كان ان اتش كروس اتش 1 بتساوي جي اس تمام. انما لازم عندي الاي 1 لو مش بزيرو هنا يبقى الاي 1 تانجنشال لازم تساوي زيرو، وبالتالي ما عنديش هنا رفاهيه ان انا اقدر اختار الاي 2 في ريجون نمبر 2 بشكل اربيتري. تاني يعني انا عندي هنا الوضع، يعني انا دلوقتي ايه اقدر الف بروبلم تمام اغير فيها بحيث ان انا احط الكرنت جي اس ده واجي اقول لك ايه، طب ما انا اظبط الجي اس بحيث ان انا اخلي الاتش 2 اللي هو الماجنتيك كرنت في ميديوم 2 بزيرو. ازاي؟ ان انا اسيت الجي 2 اتش 2 ده بزيرو بان انا احط الجي اس هي عباره عن ان كروس اتش 1 تمام؟ فاقدر اسيت الاتش 2 بزيرو، بس ما اقدرش نو واي ان انا اقدر اسيت الاي 2 بزيرو. ليه؟ لان دايما وابدا لازم الاي تانجنشال في 1 و 2 ايكوال لبعض. فانا لو التزمت الاي 1 تانجنشال هنا مش بزيرو يبقى لازم مش بزيرو هنا في ايه؟ في ميديوم 2. دي من ايه؟ من ماكسيمم ديفيشن تقليديه، مش حاجه جديده، انا ما بقولش حاجه يعني بلفت نظرك لحاجه اوريدي موجوده. اتفضل. انا اقدر اسيت الجي اس؟ اه انا ما هو انا ده اللي هعمله دلوقتي، ان انا I'm gonna create a problem with a certain current على السيرفس اغير فيه تمام، وبحس ان الكرنت الفيلد هنا والفيلد هنا تساتسفاي ماكس ايكويشن دول تمام، وساعتها يبقى الدنيا ما اختلفتش، يبقى ستيل السيتويشن بتاعي بيساتسفاي ماكس ايكويشن وبحل البروبلم دي اللي هي هنسميها بعد كده الايمج بروبلم. زي ما انا كنت باجي اعمل ايه الايمج بروبلم لما كان عندي بوينت شارج فوق الكوندكتور، كنت باجي اشيل ايه الكوندكتور واحط نيجاتيف شارج، ولما كان عندي دايبول كنت باجي احل الكونكتور واحط تحتيه دايبول. فهي الفكره كلها ان انا بحط انذر بروبلم تمام بحيث انها تديني، بس هنا البروبلم العكسيه، يعني انا في الايمج شلت الديسكونتينيوتي في التانجنشال فيلد تمام، بان انا حطيت الاي تحت هي اللي ايه مش بزيرو. اللي عامله العكس دلوقتي ان انا هشيل البروبلم اللي تحت واحط كرنت بحيث ان انا سيت الفيلد تحت بزيرو، اللي هي بنسميها الايكويفالنت بروبلم اللي هنعملها دلوقتي تمام. فاقدر اعمل الكلام ده على مستوى الايه الماجنتيك فيلد، ان انا سيت الاتش بزيرو، بس ما اقدرش اعمله على مستوى الايه ده في الماكس فيشن التقليدي. انما لو جيت بقى سمحت بوجود ماجنتيك كرنت يبقى ساعتها اقدر اعمل ايه بقى؟ تعال اكتب بقى الايكويشنز دي كلها كده في وجود الام والرو. لو عندي سيرفيس كارنت الايكويشن دي زي ما هي، بمعنى انها جايه من دول، بس محتاج بس احط اي سبسكريبت اي انديكيتنج انها عشان بقى عندي نوعين من الشارج الكتريك وماجنتيك، فهنا رو اي اس ان هي سيرفيس شارج الكتريك كارنت او سيرفيس الكتريك شارج تمام، يبقى ان دوت اللي هي جايه منين؟ جايه من الايكويشن دي تمام. وبعدين عندي الايكويشن دي هتديني ايه؟ ان كروس اتش 1 ماينس اتش 2 بتساوي جي اس، هي نفس الايكويشن دي مش هتغير حاجه، دي جايه من هنا مش كده؟
الايكويشن دي بقى هتبقى جايه منين؟ جايه من اللي فوق. ما عادش ده يساوي زيرو. يساوي كام؟ ماينس ام اس اللي هو الهايبوثيتيكال ماجنتيك سيرفيس كارنت اللي ممكن يظهر عندي على السيرفيس. يبقى عندي هنا جي اس وعندي ايه كمان؟ ام اس. وكذلك الايكويشن اللي هي الاخيره دي هتديني ايه؟ هتبقى دون رو ام اس. صح؟ هيبقى عندي هنا برضو ايه؟ ماجنتيك سيرفيس كارنت بقى. دي الايكويشنز دي خلاص بقى ما عادش ده الكلام ده مش مظبوط. يبقى دي الباوندر كونديشن الجديده بتاع ماكس ايكويشن او تحديدا بالانسد ماكس ايكويشن اللي عندي. يبقى هيظهر عندي ايه؟ ديسكونتينيوتي في كل الفيلز نورمال وتانجنشال نتيجه وجود السيرفيس الكتريك كارنت والسيرفيس ماجنتيك كارنت وتشارجز طبعا. تمام؟ تحديدا هيبقى عندي الديسكونتينيوتي في النورمال الكتريك فيلد جاي من السيرفيس شارج الكتريك شارج ده زي زمان ما اختلفش حاجه، وبرده الديسكونتينيوتي في التانجنشال ماجنتيك فيلد جاي من السيرفيس الكتريك كارنت اللي هو جي اس. وهيبقى عندي الجديد بقى في الموضوع الحاجات الحمراء دي اللي هي ايه؟ ممكن يظهر عندي الديسكونتينيوتي في التانجنشال الكتريك فيلد نتيجه وجود مين؟ سيرفيس ماجنتيك كارنت. ده جديد بقى. يبقى ما عادش عندي الاي تانجنشال كونتينوس افري وير، لا ده ممكن يظهر فيه ديسكونتينيوتي نتيجه الهايبوثيتيكال اللي هو الفيكتيشس سيرفيس كارنت اللي حطيته اللي هو سميته ماجنتيك سيرفيس كارنت اللي عندي ده. وكذلك يبقى عندي برضو ممكن ديسكونتينيوتي في النورمال ماجنتيك فيلد نتيجه وجود الايه؟ السيرفيس ماجنتيك تشارج رو ام اس. متفقين على كده؟ ايه الفايدة بقى؟ بالظبط. اقدر بقى احط دول بصفار وانا في بطن بطيخة صيف. يبقى ساعتها اقدر احط هنا equivalent surface current و equivalent magnetic surface current و equivalent electric surface charge و equivalent electric magnetic surface charge، بحيث ان الفيلد هنا ببساطة شديدة يبقى زيرو، ويبقى الفيلد فوق هو نفس الحل بتاع الايه؟ بروبلم في وجود فيلد تحت وفوق اللي هو هنسميه دلوقتي الايكويفالنس برنسبل. ما كنتش اقدر اعمل كده في ماكس ايكويشن العاديه. ليه؟ لان كنت ما كانش عندي الترمات الحمراء دي براحتي احطها، ما كانش لهاش وجود. تمام؟ اللي هي الترمات الايماجينري دلوقتي، دي اللي خلتني اقدر اسيت الاي 2 والاتش 2 لزيرو. تمام؟ ايه بقى الايكويفالنت برنسبل دي؟ اللي هو بنسميها فيلد ايكويفالنس برنسبل، في اكتر بقى من اختيار. تمام؟ بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي ان انت لو عندك بروبلم زي دي، دي بروبلم تقليديه. في الغالب لو انت بتتكلم على فيزيكال بروبلم حقيقيه ما يبقاش فيها الجي ام او الام ده. يعني يبقى عندك ايه؟ الكتريك كارنت بس. سواء حاططها او محطوطه هنا ان جنرال، يعني قد يكون عندي جي 1 وام 1. تمام؟ والفيلد جي 1 وام 1 ده ليه سولوشن اراوند الكرنت، يعني كانها كرنت متوزع في السبيس كده بشكل ما، وبيديني فيلدز اللي هو اي 1 واتش 1. هاجي اعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه اسمها ايكويفالنس بروبلم. ايكويفالنس لايه بقى؟ هاجي على الراوند فيكتيشس سيرفيس ده، شايفين السيرفيس الدوتد ده؟ السيرفيس الدوتد ده كل الكاركتر او كل الكاركتيريا بتاعته ان هو بينكلوز السورسز، يعني السورسز جواه، يعني مفيش سورسز بره، كل السورسز جوه الايه؟ السيرفيس ده. والسيرفيس دي والسورس دي عباره عن فوليومتريك سورسز جواه هنا. فاجي اقول ايه؟ اقول ان البروبلم سولوشن في الريجن اللي بره
زيها زي البروبلم سوليوشن في الاوريجينال بروبلم هنا بره تمام سيمبلي بان انا اسيت الفيلد هنا باي حاجه تعجبني اي و اتش اي و اتش ده اللي هو ايه يساتسفاي اخليه ساتسفاي الايكويشنز دي without the sources يعني اشيل السورسز من جوه يبقى انا عندي هنا السوليوشن جوه الفوليوم اللي هو الفكتيشس فوليوم اللي هو الداشد فوليوم دون بيساتسفاي السورس فري بالانسد ماكس لوكيشن هي زيها ماكس لوكيشن العاديه لان مفيش سورسز سواء الكتريك ولا ماجنتيك تمام اللي هي كيرل اي بتساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش وكيرل اتش بتساوي جي اوميجا ابسلون اي جوه هنا لاحظ ده سولوشن تاني غير السولوشن الاصلي جوه الايه الريجن دي بس بره السولوشن اللي بره زيه زي الايه زي اللي بره هنا يعني هنا اي 1 اتش 1 زيه زي ايه اي 1 اتش 1 ما اختلفش حاجه يبقى انا غيرت فين في النص اللي جوه في الحته اللي جوه في الفوليوم اللي جوه الفوليوم اللي بره زي بعض طيب دلوقتي هيبقى عندي انا مؤلف هنا سولوشن اللي هو اي و اتش وهنا اي 1 و اتش 1 هاجي على الانترفيس هنا هلاقي في ديسكونتينيوتي في الفيلدز يعني الفيلدز مش بتماتش تمام فعشان اكومبنسيت الديسكونتينيوتي في الفيلد احط مين ايكويفالنت سورسز الايكويفالنت سورسز دي هتبقى جزء منها الكتريك سيرفيس كارنت وجزء منها ماجنتيك سيرفيس كارنت الكتريك سيرفيس كارنت كومبنسيت الديسكونتينيوتي في التانجنشال ماجنتيك فيلد والماجنتيك سيرفيس كارنت كومبنسيت الديسكونتينيوتي في التانجنشال الكتريك فيلد تمام فاجي احط هنا جي اس اللي هو يبقى تحديدا عباره عن كام ان يونت فيكتور بوينتنج من هنا لهنا كروس الاتش اللي هي دايما باخد الايه الاتش اللي بيبوينت ناحيتها ماينس الاتش اللي انا طالع منها اللي هي اتش 1 ماينس اتش في الحاله دي والام اس هيبقى ماينس ام اس هيبقى ماينس ان كروس الايه الاي 1 ماينس الاي اللي انا خارج منها تمام طيب ابسط اختيار للاي والاتش ده اختارهم بكام بزيرو يبقى انا كاني هحل بروبلم يبقى كاني البروبلم الاصليه دلوقتي بدل ما انا وجع دماغي بالسورسز اللي هنا يبقى انا اوجع دماغي بمين بالايكويفالنت سورسز اللي على الباوندري اللي هي السيرفيس كارنتس اللي انا حطيتها دلوقتي تمام ده اللي هو بنسميه بقى ايه لافز ايكويفالنس ده اسم واحد مش لافز ايكويفالنت دون بيقوم بيسات الايه الفيلد جوه الفوليوم الكلوز دون زيرو وبيحط ايكويفالنت سورسز على السيرفيس بتاع الريجن دي هو عباره عن سيرفيس الكتريك كارنت والسيرفيس ماجنتيك كارنت بهذا الشكل ويبقى السولوشن بره زي الاوريجينال بروبلم في وجود السورسز الموجوده بتهيألي بدأنا نحس بقى انا عايز اعمل ايه هنا ما هو انا عندي البلين تي ام ويف اللي جايه من هنا ده في سورسز هنا بس انا مش عايز اوجع دماغي بيها فاجي اعمل ايه بقى هاجي اخد سيرفيس خارجي اعرف عليه الفيلد عامل ازاي واحط ايكويفالنت سورسز واجيب الراديشن بتاعها يبقى انا كاني ما ببصش للايه للكلاكيع اللي هنا بتفاصيلها واعمل لها سيتنج دي وادرس النقطه الريجن دي او الراديشن الناحيه دي سيمبلي بدراسه الايه السورسز اللي على السيرفيس اللي عندي تمام طيب ده انا ممكن اعمل حاجه احسن من كده كمان بس قبل ما نعملها محتاجين نتكلم على حاجه اسمها البيرفكت كوندكتور وماجنتيك بيرفكت وبيرفكت حاجه اسمها بيرفكت ماجنتيك كوندكتور زي البيرفكت الكتريك كوندكتور طيب احنا عارفين البيرفكت الكتريك كوندكتور صح البيرفكت الكتريك كوندكتور ده بيعمل ايه معلش نمسح البتاع دي بقى خلاص
يمكن ده عارفينه كويس قوي. ده اللي هو الابروكسيميشن بتاع الكوندكتور اللي عندنا اللي احنا بنقول عليه الالكتريك فيلد جواه والماجنتيك فيلد بزيرو، وان هو بيشيل بس سيرفيس كارنت جي اس وقد يكون عليه كمان ميرو اس. تمام، وبنيجي نقول ان انا لو شايل بهذا الشكل بنقول الان دي الباوندر كونديشن اللي عندي. تمام، وعارفين عنه ايه كمان؟ عارفين ان انا لو جيت حطيت الكتريك دايبول عليه وتحديدا لو جيت احطها الكتريك دايبول دون هنا مثلا فالالكتريك دايبول ده اقدر اقول الايكويفالنت بقدر احل البروبلم دي بالايمج بروبلم صح؟ لو افترضنا الكوندكتور ده فلات سيرفيس فبنقدر نحط الايه؟ الدايبول ده هو ان هو نشيله بنحط كان عندي دايبول تاني. تمام، ويبقى الفيلد هنا زي الايه؟ زي الفيلد في البروبلم الاصليه. حتى لو السيرفيس ده ما كانش فلات بس طالما بتكلم على الكتريك دايبول انفينيتيزمال وحطه تاتشنج للكوندكتور يبقى كان هو بالنسبه للكوندكتور لوكالي هنا كانه ايه؟ بيبص للكوندكتور كانه فلات صح؟ فاقدر ايه اعمله بهذا الشكل از لونج از ان هو تاتشنج الايه؟ الكتريك كوندكتور بهذا الشكل. تمام؟ طيب بقدر اتكلم عن حاجه شبيهه بكده برضو اللي هو البيرفكت ماجنتيك كوندكتور. ده حاجه هيبوثيتيكال بقى، ده نوع جديد من الايه؟ من الماتيريال او هيبوثيتيكال ماتيريال اللي بنسميها بيرفكت ماجنتيك كوندكتور. هنعملها هنا في الحته دي كده. ليه حطيت كده؟ هقول لك دلوقتي. طب عشان نكمل الصوره تعال نحط كمان لو حطيت ماجنتيك دايبول صغير اللي هو ام وحطيته تانجنشال كده ماجنتيك كارنت اي ام الماجنتيك دايبول بقى هتلاقي ايه الايكويفالنت بتاعه هو ايه؟ بارل لبعض يبقى ده الايكويفالنس بتاعت الالكتريك دايبول لما يبقى نورمال وده الماجنتيك دايبول لما يبقى تانجنشال. تعالى نعمل بقى الايه الماجنتيك كارنت. طبعا البروف بتاع الكلام ده يعني زي ما عملت بروفنج للبروف للالكتريك دايبول ان هو ايكويفالنت لهذا الشكل الايمج بتاعته اي كان دو ذا سيم فور ذا ايه ماجنتيك دايبول اللي هو تانجنشال. محتاج ان انا اجيب ايه الاف بتاعته ومن الاف اجيب الايه الاي والاتش بنفس الطريقه وافولو برده نفس البروسيجر. هلاقي ان انا لو خليت الدايبول ده هوريزونتال زيه زي اللي فوق هلاقي ان الايه التانجنشال الكتريك فيلد بيكنسلوا بعض. تمام، من هنا لهنا والايكوفالنت الكتريك فيلد بيبقى ايه نورمال على الباوندري اللي هي الباوندري كونديشن اللي انا عايزها بالنسبه لايه البيرفكت الكتريك كوندكتور.
تبقى عكسها بالظبط كده. تمام. لما كان ده لو كان ده, ولذلك انا لو حطيت الكتريك دايبول تانجنت للكوندكتور ايه اللي هيحصل؟ هيعكس بيكنسلوا بعض, يبقى كانه بشورتد, يبقى الافكت بتاعه زيرو لان انا حاطط كارنت كده وعكسه كارنت تاتشنج ايتش اذر, كان بنسميها حتى ان انا عامل ايه شورتنج للايه للكارنت. ببساطه انت عامل كارنت تانجنت للكوندكتور شورت سيركت عليه مفيش اي تاثير ليه. فهي نفس الكلام الامج بتاعته هتبقى عكسه وهم اوريدي مفيش سبيسنج بينهم فيدي زيرو. تعال نشوف بقى الحاله الماجنتيك بيرفكت ماجنتيك كوندكتور. ايه البيرفكت ماجنتيك كوندكتور ده بقى؟ هو زيه زي الايه؟ زي البيرفكت الكتريك كوندكتور, يعني بمعنى اخر بيخلي الفيلدز جواه الاي والاتش بزيرو هنا. تمام. بس الفرق ان هو بيسمح ان في كارنت, ان هو يسمح بمين؟ بسيرفس ماجنتيك كارنت يمشي عليه بالظبط كده. ويبقى عندي عليه سيرفس ماجنتيك تشارج. تمام. والباوندر كونديشن عليه هتلاقي هي الديوال بتاع ده, يعني ايه؟ هي جايه من هنا. تمام. لو انا خليت الفيز هنا بزيرو هلاقي الايكويشنز دي تديني كام؟ لو ما عنديش الكتريك كارنت هيبقى عندي ان دوت اي 1 اللي هو اي هتساوي كام؟ هتساوي زيرو. تمام. تمام. كذلك هنا هيبقى عندي ان كروس اتش كام؟ برضه بزيرو. هيبقى عندي هنا ايه؟ ان كروس الاي بتساوي ماينس ام اس, وان كروس الاتش بتساوي رو ام اس على ميو ان دوت سوري. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي هنا ايه؟ التنجنشال ماجنتيك فيلد هو اللي بزيرو. والنورمال الكتريك فيلد بزيرو. وهنا بيسمح ان يبقى في عندي ديسكونتينيوتي في التنجنشال الكتريك فيلد كومبنسيتد بالايه؟ بالسيرفس ماجنتيك كارنت اللي عندي. وفي يسمح ديسكونتينيوتي في النورمال ماجنتيك فيلد كومبنسيتد بالماجنتيك تشارج, سيرفس ماجنتيك تشارج اللي عندي. تمام. طيب لو جيت احط بقى الدايبولز اللي انا بتكلم عنها سواء كان الكتريك ولا ماجنتيك دايبول هلاقي ايه؟ هلاقي العكس بقى. هلاقي لو حطيت الكتريك دايبول كده بيربنديكولار عليه هيبقى الايمج بتاعته عكسه. وبالتالي كنسلوا بعض, يعني لو هو تاتشنج الكوندكتور يكنسلوا بعض. ولو حطيت الكتريك كارنت تانجنشال الايمج بتاعته هتبقى معاه نفس الدايركشن. تمام. ولو حطيت ماجنتيك كارنت اللي هو هنعمله بالاحمر برضو زي دون, لو حطيته تانجنشال هيشورته
يبقى الماجنتيك كارنت كنسلوا بعض. ولو حطيته في بيربنديكولار هيبقى نفس الدايركشن. تمام؟ ده اللي هو بنسميه الايه؟ بيرفكت ماجنتيك كوندكتور. يبقى ده هايبوثيتيكال ميديوم بيساتسفاي الباوند كونديشن دي. والايمج بتاعته لما احط تنجنشال دايبول سواء كان فيرتيكال او هوريزونتال او يعني تانجنتلي بيربنديكولار او تانجنت بيبقى ايه؟ اكوردنج للريليشن دي. يبقى انا دلوقتي لو جيت على الكتريك كوندكتور وجيت حطيت عليه ماجنتيك كارنت جي ام اس، تمام؟ الماجنتيك كارنت دون هيبقى الايكويفالنت بتاعه كانه ايه؟ توايس يعني، او الايمج بتاعته التانجنت هيبقى ايه؟ كان عندي 2 ام اس هنا على الايه؟ من الايمج بروبلم دي. ولو ويبقى هو الالكتريك كارنت شايل كارنت جي اس على السيرفس اللي هو مسؤول عنه الايه؟ الديسكونتينيوتي اللي موجوده في الايه؟ في التنجشن ماجنتيك فيلد بطبيعته. هو طبيعه الالكتريك كوندكتور او البيرفكت الكتريك كوندكتور انه بيسمح بديسكونتينيوتي في الاتش بوجود الجي سيرفس، تمام؟ فبالتالي لو حطيت انا من بره كارنت الكتريك كارنت تانجنت هيشورت، فما بحطش يعني ما بحطش هنا من بره كارنت على الايه؟ على البيرفكت كوندكتور. امال احط ايه بس؟ بحط ماجنتيك كارنت، تمام؟ ليه؟ ما هو الماجنتيك كارنت ده هو اللي يديني ديسكونتينيوتي في ايه؟ في التانجنشال الكتريك فيلد. مع الديسكونتينيوتي الطبيعيه اللي موجوده بالنسبه للبيرفكت كوندكتور ل نتيجه وجود السيرفيس كارنت، يبقى انا كده اقدر اعمل ايه؟ التو ديسكونتينيوتي اللي قلنا عليهم موجودين في الجي اس والاي والام اس. يبقى كان دلوقتي البيرفكت كوندكتور ده شايل سيرفيس كارنت بطبيعته وحاطط انا عليه من امبوزد من بره سيرفيس ماجنتيك كارنت عباره عن ماينس ان كروس اي 1، حيث اي 1 اللي هي التنجنشال الكتريك فيلد بره، تمام؟ ويبقى البروبلم ايكويفالنس بتاعتي كانها زي لابز ايكويفالنس، بس يعني كاني بالظبط عملت ايه؟ بدل ما بحط جي اس بحط كوندكتور يشيل الجي اس بالظبط كده. يعني انا لابز ايكويفالنس حطيت ايه؟ سيرفيس كارنت وماجنتيك سيرفيس كارنت، صح؟ الكتريك سيرفيس كارنت وماجنتيك سيرفيس كارنت. بدل ما احط الكتريك سيرفيس كارنت حطيت كوندكتور يشيل ايه؟ يبقى ماشي عليه بطبيعه الحال الكتريك سيرفيس كارنت، واحتفظت بس فوقه بالايه؟ بالماجنتيك سيرفيس كارنت. يبقى انا بحط سورس واحد او ايكوفالنت كارنت واحد اللي هو الماجنتيك سيرفيس كارنت فوق الكتريك كوندكتور. العكس بقى لو انا حطيت ماجنتيك كوندكتور، الماجنتيك كوندكتور يشيل مين؟ الماجنتيك سيرفيس كارنت، يبقى احط عليه ايه؟ الكتريك سيرفيس كارنت، تمام؟ يبقى الاثنين ده سواء ده ولا ده ايكوفالنت ده. طب استخدم انه ايكوفالنس بالنسبه لي؟ لسهل بروبلم الثلاثه زي بعض، تمام؟ ده اللي هنشوفه بقى الايه المحاضره الجايه، ان احنا نحاول نسولف الابيرتشر باستخدام الايه؟ الايكويفالنس بروبلم دول. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟